مرحبا بك اسكندر، مرحبا بضيوفك وكل مشاهدي التلفزه الوطنيه. اجواء ممتازه جدا لهنا في رادس، اجواء يصنعها جمهور الترجي الذي التونسي بعد ما لعبات الترجي صنعوا الملحمه اليوم وتمكنوا من العوده من بعيد والفوز بكاس رابطه الابطال الافريقيه. الى جانبي بطل المباراه اليوم دون منازع، هو اللي حل الشبكه، هو اللي حل البيبان للترجي وتتويج الترجي، سعد بقير. مباراه بطوليه، مباراه قلب، مباراه رجوليه اليوم للترجي. بالطبيعه صح، الحمد لله يا ربي على الانتصار هذا. بالطبيعه الماتشات هذوما نتاع قلب نتاع رجوليه ما عادش فيها لا تكتيك لا تكنيك، الحمد لله يا ربي ذولي الجوات الكل كانوا حاضرين، وفقنا ربي وسجلنا هدف في اخر ميطون، هو اللي حللنا علينا الشاي باش يزيد ماركيو، الحمد لله ربي وفقنا ربي وفرحنا الجمهور هذا الكل. شنو اللي حكيتوه وسط الجمعه هذيا بعد سيناريو مباراه الذهاب الصعيب؟ شنو الميساج اللي كان يدور ما بيناتكم كهيئه كملاعبيه كاطار فني؟ شنو اللي حكيتوه مع بعضكم؟ هذول اللي حكيناه مع بعضنا احنا، ما الجواري تظلم ديجا رد فعل جي وحده وحده، الحمد لله ربي وفقنا ربي وحكينا مع بعضنا اللي احنا كي باش نربحوا في ترى مش باش نربحوا كما يحكيو هما، الحمد لله ربي وفقنا ربي، ربط 11 محارب اليوم، الحمد لله ربي وفقنا ربي وربحنا اليوم ونادي الانتصار هذا، نادي الانتصار الجمهور هذا الغالي وسي خالد بن يحيى اللي خدم معنا خدمه كبيره. الحاجه الصعيبه هو حلين الشبكه اليوم، الهدف الاول جاء صراحه في وقت ممتاز برشا 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 قبل العوده لحجرات الملابس. بالطبيعه كما قلت لك الهدف الاول جاء في اخر الشوط اللي حلينا الشيء باش يزيدوا، دخلنا تزميطو نعرفوا مستحقين الهدف، لكن احنا زدنا هدفين، الحمد لله ربي وفقنا ربي وانتصار هذا وهزينا شامبيونز ليج عن جدار. شكرا لك سعد، تفضل اسكندر.